الحوالي هذا سليم مشكور لطريق قوية وسلطة محلية. مهرجان سباق الدراجات، هذه الدورة الوطنية الثانية تقع في قسرين، وقتلا احنا نقولوا قسرين، القسرين سبيطلة تالا حيدرة، هو فما سيركوي باش يدور في المناطق نتاعنا الأثرية الجميلة في ولاية القسرين. فما ثلاثة أنواع نتاع سباقات، فما السباق نتاع الدراجة للجميع، وهذاك أحسن بالنسبة لي، أحسن سباق خاطر المواطنين الكل يشاركوا فيه، الوليدات البنيات صغار كبار، كل ما أي نوع متاع وسيلة متاع الدراجة، هذيك الأولانية سباق الدراجة للجميع، هذيك بالنسبة لنا أكثر حدا تعمل حركية في الجهة. عندنا السباق الثاني اللي هو الفيتيتي، علاش الفيتيتي مزيانة زادة؟ خاطر يدوروا في وسط المعالم الأثرية وتكون في نفس الوقت إشهار للجهة وتعريف بالجهة بتاعنا، برشا أنواع متاع رياضات وثقافات ينجموا يقعوا لهنا. والسباق الثالث اللي هو دراجة الطريق، هو ذاك يشاركوا فيه المجازين، يشاركوا من جميع الولايات. يعني الشباب نتاع الجمهورية من كافة يعني ربع الجمهورية، كما شفتوا توا نحن جينا من الشمال من جنوب من وسط، تقابلوا مع الشباب نتاع ولاية القصرين، شافوا الإرث التاريخي والإرث الحضاري نتاع مدينة سبيطلة وولاية القصرين بصفة عامة. عندنا رياضة درجات هي رياضة إيكولوجية، رياضة يعني صديقة جدا للبيئة، رياضة قرب، رياضة جوار، تتنقل للشاب اينما كان على الطريق بورتا بورت ولا في الجبل باختصاص درجه جبليه. تو الرياضه اصبحت معناها وسيله من وسائل التسويق والتعريف حتى بالدول. نحن في القصرين عن السياحه الجبليه، نحب الشعامبي، هو نقولوا الشعامبي، الشعامبي هو منارة القصرين، معناها رمز من رموز الطبيعة في جمهورية تونس الكل. معناها هذاك علاه احنا عملنا محطتين، محطة في سبيطلة تخص السياحة بدرجة أولى، ومحطة في القصرين تخص زيادة السياحة أما بدرجة أولى تخص السياحة الجبلية، لأن نحن مش نمر بجنب جبل الشعامبي. معناها البلاد هذيا مزيانة على الاخر، فيها تراث وجبولة من بعيد نرى فيهم جايينك بارك الله، معناها مزيانة على الاخر، ترى في جبولة وترى في بلايص مزيانة على الاخر، معناش منهم في سوسة بغادي. الحمد لله كملنا اليوم الكورسة، جيت الأولى وإن شاء الله نكملوا ونواصلوا في الهواية هذه. هذه الظاهرة صديقنا سي مراد الدرميزي